هذه عاد أيان أقول فرح سنة أيان إنه قصوا قريب كان الله حفلة دمبلان أي مسؤولين تقارنك وكله كانوا غريبين يعني حلالك سبها دورني ماذا أي إسكت هاي المعلم بعد صافر يسطه وحيك لو ريكتو عندنا اللي قالوا ريكو أنا جاي يا أحمد حاجة ظاهري يو كل رجع يسكت ودوب أنا هاي سقو أنا وجيه أنا قال لذا وقت ونوجيه وسيدا وش هكين أيه أنا قال لذا نعيشوا هاي سنة أنا واحد بدل قبرنا والدولة ده وحفيزيو يلا حقو يا كمبيوتر كي يبرك أنا وصو كرناي أيو نوجيه وحفيزيو هو كمبيوتر نهريال أيو أحمد حاج داهر نوي لكن وحكوه الرئيسي إلى مرحلة فرق بضان وكا أحمد حاج داهر وسن حقو قال كاهي وأن وزيرو إيا دولتكو صاحي أيا إساقا قولي سكسي هرس مركوايها أيا إسكسي دا تاوحان لايا هاي للي يرادو مركا مسكحة ديب لو تورو هكا وفاقي دي ستو إن ودن قصوه مري دونو فاعدو عدد وددكو كسو أها حقو قال ماان تارا ميل في عمبا لماريا سيدا أو أشيغي وحان سليا هاي ماان تارا وحينو مارينا ميل لغونا هاللوضو ميل قران كاني او هراو غصعدو ميل او مدليهي أي فهنتو إن هرا اللوضا قاة چنكرو ددكي دي للي يرادا ها أي وحبرا شوفرا بادن ولا تعبك روح سميه. إلى كهذا تتكلم وريجية. دمان بقول كيشان يسديتن. سيدا وزير كهرباء شاقي. ورك سومالي لان وحكبرت. رك سومالي لان وحكبرت هوي. أنت بدل. قل وزير هذا رك فديا. ما كان راح كسره صدحني أما أفرني. سيدا هيدون تهاي. وهذا قول تا لا شان هذا وقت في سومالي لان. تاسينا واحد أركيسا سمير لان مش هاي مارسو PhD بالسمينة يا ماستر بالسمينة يا جامعة هذا السمينة يا هرمر وين الله تابك كرو أي الله سمينة مركا قرنكا إنتك آمنان أيام مهمة أيام مهمة سيدا أول شيء غي لحياة 8 مليون أيوه هامر هو وزير كها مر بنا نو قرن يا وتدوب مليون ها iyo mar aan laba soo qaadin laga baahdin miisaaniyad waxaan garanayaa qaranku isoo ku shaqeeya kish oo keeno oo gimbeere oo jawaanka bariiska intii uu ninka la yiraahdo oo berbera ka soo qaado xajeenta jaban lagu keeno kish gimbeer ku jira oo ina cigaalagtiisa la dhigo lagu shaqeynayo أيام قرانية مركا دل هلكا سو مريبوها ماانتنا وحي نمرينا ميرها مركا إلهي وحي نقبرينا دلكو إنو هرو صعب و أي نو إسامنو و لقد دايو دلكا قلالا سهب بضان إيه نبت إيو إسكا هرماتكا إيه إن بلشادة دحية دلال ديغو وحيالا آن بلشادة كمي دو بكري هذا إننا قبلين إن إنه نقول نبشر وحوضي يلاطها إسأمنتها كوي ذلك هلك سو جرسية احترامتها وحنا نقول إن هذا تشرين هذا تشرين بين نقولنا وحن كلمة خورنا يا وزير كعصب وزيرك هو يا وزارة لا يا هاي عمر عمر وأننا قوية هنا ووزارة عافيماتك يا وزارة قشين تسوق بطي وزير هنتي كومبيتنت لا اوران كارو وزير ديارسان افكا اسكرت واجي هوري مركا سركالكا ايدكا لا امانيو كلمه دو اوغو دنبايسه اي سركال لاغو امانه waxay ahayd waa سركال ديارسان هدي كلمه دا اد غوب كهشو waxaa ahayd nin rag meel iska mariy maanta wasiirka ka baxay meesh وحن لا يا وزير دياس أقول هان
iyo energy ahaan iyo daa ahaan waqtigii awoodiisa laga faa'iideysan lahaa iyo waqtigii qaranka wuxuu qaban lahaa labadaba uu joogo laakiin macnaheedu ma aha in qofku wasiir uu wax ugu qaban karo qaran shaqooyin badan iyo qaab badan oo hoggaamineed iyo waxtar badan ayuu qaranka u leeyahay waqtigeedina uu joogaa wuuna mudan yahay in laga faa'iideysto cumar dardaaran baan kaga tegayaa cumar waxaan leeyahay mar haddii derajooyinka noocaasoo kale aad ka gaadho dowlad ama xisbi ama xukuumad haruub kale inaad eegtaa khayr ma leh laakiin raggaaga la joog cumar kelmaddaas aan isleeyahay wuu ku tashaday ayaan runtii kaga ambabaxayaa waxaana isleeyahay wax xoog iyo aqoon loo baahan yahay oo xisbiga kulmiyana u baahan yahay xukuumaddaanu maanta ku jirnaana ay u baahanta waxaan kelmad yar ka oranayaa wasiirka soo socda wasiirka loo soo magacaabay ee xilkii la wareegayay buuxane doctor buuxane oo aan isleeyahay isma aana waraysan lakiin waxaan isleeyahay da'da uu isku dhowdhowday smaana horeysan lakin laakiin waxaan isleeyahay marka loo eego ilaa 1993 inta aanu isnakaanay waxaan isleeyahay isku rag baa tihi xagga da'da ama biyo cabaalka baa la yidhahda qolada reer barigu markay da'da yare qarinayaan oo sarbeebayaan waxay yidhahdeen hebel waa ka biyo cabaal horreeyey waa ka yari weyn hebel marka rag isku waan u malaynayaa kuma uu waa laga yaabaa inuusan xukuumadihii soo gelin laakiin nin mar kasta frontlineka kaga jira dalka waxqabadkiisa iyo qiimeyntiisa iyo aqoontiisa hadday mid diiniya tahay iyo hadday tahay mid maadiya oo ta dadka loogu shaqeeya labadaba dadka loogu shaqeeyaa labadaba frontku kaga jira hadday tahay dhakhtarnimo iyo caawin dadka iyo hadday xagga diinta labadaba tahay xagga siyaasaddana nin waax iyo lagu xisaabtamo goobta uu joogo ayuu ahaa oo taageere weyn bixin kara xisbiga uu ka tirsan yahay iyo cidda uu ka tirsan yahay uu taageerayo lagu xisaabtamo leeya buuxana xaggee jiraa marka inahaan ka garanayaa waa intaa inuu siyaasadda waqti fara badan ku soo jiray ee aanu ahayn in maanta bilaabaya marka waxaan u malaynayaa aqoon ahaanna waa ninka siyaasi ahaanna waa ninka bulshada inuu usoo shaqeeyeyna waa ninka intaasoo qodob haddaan isku daray waxba iguma dhimanaya lata isagana yaa guul baan idiin rajaynayaa wasaaraddu runtii haddaanu aniyo cumar isweydiinayo wasaaradaha aadka u bedel badan wasaaradda aan jooga ka mid wasaaradaha edelka badan oo la yidhahdo wasiirada waa uun isaga daba tagaa samha warada ina xaaji daahir uu soo maray qudhiida taa joogo laakiin maanta cumar iyo anigu markaanu isweydiinay waxay noqotay wasaaradda ugu wasiirada badan wasaaradda qorsheynta xukuumaddan keliya waxaa soo maray 5 wasiir halka wasaaradda warfaafinta aanu 3 wasiir ku joogo marka wasaaraddu miyay kulushahay mahoostay ka kulushay anna waxaanu islahay xagga sare waa ka qabowdahay yaa mahoostaa dab kaga shidmaya anugu marka dee 5 minister ayaa soo maray qorsheynta iyo waxaan leeyahay laba wasaaradood baa la odhan jiray dabka baa hoosta kaga shidano waa warfaafinta iyo wasaaradda tiknolojiyada ayaa ugu badnaan jiray waagii hore xaajiga ilahay waa u qaboojiyey hadda yaa yaa marka wasaaraddu waxaan qiyaasayaa wixii hadda inay iyaduna iska degi doonto aad iyo aad baan idin salaamayaa
قول له ويدير الشريعة. والسلام عليكم ورحمة الله.